صهيب اليوم سيختم القرآن إن شاء الله، وهذه كمان بشرى خير، الله يبارك لنا ولكم ويصلح لنا ولكم النية والذرية. ما شاء الله صهيب في الصف الخامس الابتدائي تبارك الله، وهمة ما شاء الله ما قصرت أمه. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وأن يبارك لنا ولكم فيما وهبنا ورزقنا، وأن يصلح أحوالنا وأولادنا وأولاد المسلمين، اللهم آمين. كونوا معنا إن شاء الله داعين سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ولكم الابن الغالي صهيب الذي سيختم القرآن إن شاء الله تعالى في هذه الأثناء الطيبة. وصهيب مشروع تبارك الله قادم إن شاء الله بكل قوة، الله يحفظ ويصلح لنا ولكم النية والذرية، الله يبارك. وخلف وراءه كل أبنائه كل
رضي الله عنه نزلت هذه الآية في صحيح لما قابل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يغضبه ويقول له ربي حبيب أبا يحيى ربي حبيب أبا يحيى ربي حبيب أبا يحيى يقول صحيح وما ذاك يا رسول الله يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم والله لا تتعلم وكان يحمل
الصبح والعصر. سلطانك يا الله. طبعا يعني في عز الفرحه وجمال اللحظات يجيك واحد ينكد عليك زي ذا. الله يسعدك بالله، كم الفخامه يا شيخ عادل. بارك لي طيب، سوي شيء. بارك الشيخ عادل قال لي تعال احضر الختمه. بعد المغرب. انا جيت بعد العشاء عشان اعتقد انه في يبي يتعشى عندي. فهمني. يسلمك يا شيخ عادل. يعني ما انت جاي يعني. ما جيت اصلا. ما انت جاي جاي تبغى تتعشى. ايوه يا شيخ انا جوعان. منكم من يريد الدنيا ومنكم الله يكرمك. انا جاهز. الله يجزاه خير. الاحوال. الله يرفع قدرك. شكرا لك محمد، بارك الله فيك. معليش. نبدا بابو مجاهد حمزه. الله يرضى عليك. ابو مجاهد حبيبي. ابي الغالي بعد ابي رحمه الله تعالى عليه، الله يموت في عمرك في طاعته ابو مجاهد. اجمع لك الاجر والعافيه. يبارك لك يا رب العالمين. مناسبة جميلة وجيتك صارت أجمل. الله يبارك لك. جزاك الله خير. احنا نسعد بجيتنا. حبيبي حبيبي وتاج راس، ما نقول إلا شكرا لك. شكرا، ما توفيك حقك. وأسأل الله أن يثيب. احنا ايش نقول والله؟ حبيب قلبي يا تاج الراس، لك فضل علي كبير بعد الله، إن شاء الله ما يضيع أجرك. غرست وبذلت وبذرت وتعاهدت إلى صرنا متعبينك الحين في السن هذا. ان شاء الله عند الله ما يضيع يا رب. الله ينور. صبرك والله ما هو سناب. صبركم. الله تبارك الله. اسمك حمزه. الله يسعدك يا الله يرضى عليك حبيبي. الف مبروك. تاج الراس. انها مناسبه يعني انعشتنا كلنا والله. تعال عزوز تعال حمزه. حمزه. يا اخي رزقني الله حبك يا حمزه. الله يعني يا اخي تعبتني يا اخي. والله وانا اكثر يعني. طبعا انت دحين ما بقول نائب. رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركتنا الموقرة. الله أكبر الله أكبر. شكرا. الله يجزيك خير. والله والله يا جيتك. والله يا جيتك. يا الله حمدت الله أنك ما أنت مسافر ترى أنك موجود. دائما ما شاء الله فضائلك حبيبي. لا فين الله يرضى عليك حبيبي حبيبي وتاج رأسي. حمزة أخي وشقيقي وشقيق روحي وعنفوان بهجتي. الله أكبر. ما أنا عارف إيش أعبر. الله يديك العافية. عنفوان بهجتي هذه. العسل. بعد العشاء ان شاء الله للمتابعين يبشروا بالخير باذن الله. جهزوا انفسكم وابشروا ان شاء الله بسعدكم مع العندليب. الله يصلح لنا ولكم ما شاء الله. صهيب مبروك عليك. الله يتمم لك ان شاء الله السعد ويجعل القران حجه لك لا عليك ان شاء الله. كيف ايش شعورك؟ مبسوط ولا اي كلام؟ وبدوت من بعد النوى مقداما ورمى بك النسيان أيام الهوى من بعد ما استعلى الهوى أعواما. يا ذلك الركن القديم وقد مضى عنك الصبا ملء الحبيب سلاما. لا زال طيف العابرين يزورني، لا زال طيف العابرين يزورني يطأ الفؤاد مذكرا لواما.
من حيث لا أدري يجيء وربما أدري ولكن الصدي يتعامى. شيخ وطفل مد الإله عبيرها وأداما. رحمات ربي يا مطيب عادل تغشاك ما دمنا وقولك داما. أصهيب يا وصل الحبيب بحبه. أصهيب يا وصل الحبيب بحبه. يا حي ثغرك تاليا بساما. يا ملتقى البحرين ختمك فرحة جمعت بها الأخوال والأعمام. يا حي آيات الكتاب وثيقة من في صهيب تذهب الأسقام. اقرأ ورتل يا صهيب مداويا جرحا لتشفي بالوئام كلاما. يا ابن الأكارم ما سبتك نقيصة يوما وكم أمددتنا إلهاما. ما بعد حفظك يا أخي معقودة بالمجد خطوته فعش عزاما. ما بعد حفظك يا أخي معقودة بالمجد خطوته إني أريدك حافظا وإماما. يا الله. واحفظ وصية جدنا لولينا إني أريدك حافظا وإماما. ما بعد هذا العيد فرحة خافق. يا كون باهي باسمنا الأجرام. يا أرض زفينا ويا غيم اجتذل. يا ورد زين بالخطى الآكام. يا ساكنين الأرض يا أهل السماء. يا شدو عصفور ونفل خزامة. هذا صهيب والكتاب بصدره يجلو إذا قرأ الهدى الأفهام. هذا أخي هذا أخي وما له من عابد إلا يفكتب يا القصيدة ختاما. الله يرضى عنك وجزاكم الله خير. عنك يا ولدي الله يرضى عنك. الله يعطيك العافيه. ما شاء الله تبارك الله. عاش شانيوك عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا حافظ القرآن هاكم فرحة فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما روع اللحظات. يلا الشيخ عبد الله ورحمة الله علي. الله عز وجل ما يوفق.
الله يرضى عليكم. الله